ما هو المخرج؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحياناً يظن العبد أن المخرج هو الخروج من المازق الذي هو فيه، هذا ممكن، وحين لا، المخرج هو بما ينزل الله من الرضا وينزل من انشراح القلب وانشراح الصدر. هذا 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 مهم جدا للصحابة. ناتي إلى وهذا أيضا يعني مهم جدا لاستصحابه، وهو جزاء التقوى. والله عز وجل ذكر ذلك في آيات كثيرة، جزاء المتقي، سأستعرض شيئا منها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. إذا وفق الله العبد وأخذ بالتقوى وسلك مسالكها، كل هذا سوف يحصل، كل هذا سوف يحصل. ويتق الله يجعل له مخرجا. لا مانع أن نقف عند المخرج، لأن أحيانا بعض يعني المتابعين أو أحيانا بعض المؤمنين، وخاصة أحيانا الذين يعني قد ينقصهم بعض التأمل أو بعض الفقه. ما هو المخرج؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحيانا يظن العبد أن المخرج هو الخروج من المازق الذي هو فيه، هذا ممكن، وحين لا، المخرج هو بما ينزل الله من الرضا وينزل من انشراح القلب وانشراح الصدر. هذا مهم جدا لاستصحابه، وهذا لا يكون إلا لمؤمن. فالمسلم والمؤمن إذا يعني التزم بدين الله وبأحكامه وبوصايا ربه يفتح له من أبواب الخير وأبواب الفرج وأبواب الرضا وأبواب ما لا ينتهي. ولهذا في قول عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم من فلنحيينه حياة طيبة. ليس الحياة الطيبة ليس بالضرورة أن تكون الحياة الطيبة بكثرة المال أو بالجاه أو بالمناصب أو لا لا، أحيانا أصحاب الأموال ليسوا في سعادة وأصحاب الجاه ليسوا في سعادة. الحياة الطيبة يعني إن صح التعبير، يعني تعبير قرآني أو مصطلح إسلامي لا 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 يكاد يدركه إلا من 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 عمر الله قلبه بالإيمان. الحياة الطيبة تعني ما يشعر به المؤمن حينما يكون مؤمنا من الرضا من السعادة ومن قبول كل ما يأتي من الله عز وجل، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. المقصود أن 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 مخارج التقوى ليست فقط بالمخرج الحسي الذي قد يقع المؤمن في مازق وهو متقي لله عز وجل، قد يخرج منه فعلا وقد لا، ينزل الله عليه من الرضا أو يؤجل الأمر ليأتي إلى ما هو أحسن وأفضل إلى آخره. المقصود أن 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 وعد الله حق، وأن من يتق الله عز وجل حق تقاته أو يتق الله ما استطاع، لأن عند يتق الله حق تقاته ويتق الله ما استطعته. وهذا من فضل الله عز وجل علينا أنه لم يكلفنا إلا وسعنا. فإذا اتقيت الله ما استطعت جعل الله لك المخارج، ويكفي المسلم أن يتقي الله ما استطاع.